السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صف ثالث، كيف حالكم؟ اليوم سنكمل حديثنا عن المكصف. المكصف، الآن هيا نقرأ معا هذه الفكرة. في صباح كل يوم أستيقظ في الساعة السادسة صباحا، ثم آكل بعض الفواكه حيث أنها مفيدة للجسم، مثل العنب والأناناس والرمان والليمون. تفضل أمي العنب، لكن أبي يفضل الليمون، وأنا يعجبني الرمان. فماذا عنك؟ هل تفضل الليمون؟ عنب، أناناس، رمان، ليمون. أنا أفضل العنب والأناناس، لكن أخي يفضل الرمان والليمون. أنا أفضل العنب والأناناس، لكن أخي يفضل الرمان والليمون. نقانق، حلوى، رقائق البطاطا، مثلجات. أمي لا تفضل الحلوى لأنها غير صحية. أمي لا تفضل الحلوى لأنها غير صحية. شكرا لكم يا صف ثالث، مع السلامة.